ويقول: وهل يجوز استبدال مصحف صغير بآخر كبير من الحرم؟ لا، لأنني لا أستطيع القراءة من المصحف الصغير. كذلك لا يجوز، لا يجوز أنك تستبدل مصحف بمصحف، مصحف من مصاحف المسجد بمصحف من عندك، لا يجوز هذا، لأن هذا وقف، والوقف لا يباع ولا ينقل من مكانه المخصص له. وإذا احتجت إلى مصحف فيه جهات توزيع توزع مجاناً، تروح للجهات التوزيع وتأخذ، أو تشتري من مالك مصحف من المكتبات. أما أوقاف المساجد فلا تتعرض لها، اقرأ بها ما دمت في المسجد، اقرأ فيها ما دمت في المسجد. نعم.